صراحة الله يخفى عليكم سرا ان انا كنت متابع السنة اللي فاتت لايفرتون علشان خاطر وجود كارلو انشيلوتي على راس القيادة الفنية في ايفرتون. كارلو انشيلوتي مدير فني انا بحبه جدا، مدير فني كبير جدا جدا جدا، مدير فني بأي ادوات ما عندوش فيها اي مشكلة، بشوية اضافات بسيطة جدا قادر ان هو يعمل لك فرقة محترمة، فرقة تنافس الكبار، ده لو كان بعيد عن تدريب الكبار، ما بالك بقى وهو مدرب لريال مدريد الدنيا بالنسبة له هتكون عاملة ازاي. كارلو انشيلوتي اللي اصعب منحنى في الموسم بالنسبه له كان التعادل مع فياريال والخساره من اسبانيول والخساره من شريف، وبعدها الفرقه عماله تكسب والمنحنى بقى تصاعدي. بعد ما الفرقه ما كانت رايحه سلسله نتائج سلبيه الفرقه رجعت تاني لنتائج ايجابيه مع اداء جميل، اداء جميل ونتائج ايجابيه مع لعيبه مع مدرب تاني غير كارلو انشيلوتي ما كانوش هيبقى في المكان ده خالص. مع احترامي الكبير جدا لعيبه ريال مدريد والخبرات اللي فيها كازيميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش وقدامهم اسانسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس، اللعيبه دي كانوا مع مدربين تانية وكانوا بيقدموا اداء سيء، بس مع كارلو انشيلوتي انت جيت للخبره والخبره هتقدم لك كره جميله، الخبره ما عندهاش اي مشكله خالص ان هي تلعب بباك شمال مساك وهو ديفيد الابا وان يلعب كمان بناتشيو فرنانديز الباك اليمين مساك تاني النهارده ويطلع كسبان لك 4-1. ايه العزمه اللي بتخر دي يا عم كارلو؟ ايه يا معلم الجمال والابداع اللي بيحصل ده؟ وبرده حته كارلو انشيلوتي كنا بنتكلم على تطوير المواهب في ريال مدريد وان ريال مدريد ما معهوش فلوس وريال مدريد عنده مشاكل ماليه وازمه اقتصاديه، فجايب مدير فني يطور المواهب على راس المواهب اللي كان يجب تطويرها في ريال مدريد فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور طبعا كلنا السنه اللي فاتت كلنا كنا واخدينه مساحه يا باشا تريقه على ابو الحلاكيج، فينيسيوس السنه دي واحد من اكبر هدافي الفريق. فينيسيوس السنه دي اللمسه الاخيره عنده تطورت، وكل اللي يقول لك ان فينيسيوس ما تطورش في اللمسه الاخيره يبقى راجل مع احترامي ليك بيضحك عليك وبيشتغلك، ده شغل مدير فني. شغل ان انت تحاول ترجع اساسي وتحاول ترجع اسكو دي حاجه تحسب لك. كارلو انشيلوتي زي ما قلت لك المرحله اللي كنت تخاف فيها على ريال مدريد في الموسم كارلو انشيلوتي خدها ونزل وطلع بعد كده. فالمنحنى بتاع ريال مدريد دلوقتي منحنى جميل جدا، منحنى تصاعدي، رغم اني مش مشجع لريال مدريد بس بصراحه بحترم كل حاجه بيقدمها ريال مدريد حاليا في الملعب، بحترم جدا العظمه اللي بيعملها كريم بنزيما من سنتين، بحترم جدا الفينش الرهيب اللي بقى عند كريم بنزيما من سنتين، ده كريم بنزيما اللي الناس كلها كانت برضه بتتريق عليه، ده فينيسيوس الناحيه الثانيه اسانسيو اللي بيخلص لك ماتش النهارده بدري بدري، واي فرقه في العالم كبيره بتحب ان هي تجيب هدف بدري بدري، بيحل لك كل المشاكل اللي هتواجهها في المباراه، واحد زي روبرتو مورينو المدرب بتاع جرناطه، الراجل ده كان ماسك منتخب اسبانيا، يعني الراجل ده مش مدير فني على قده، الراجل ده مفترض ان هو كان يعمل ماتش افضل من اللي هو عمله قدام ريال مدريد، بس ريال مدريد النهارده كان بيباصي في الست يارد يا باشا، لو شفت الهدف بتاع فينيسيوس جونيور الهدف الثالث ده غير العظمه بتاع الضربه الركنيه بتاع الهدف الثاني يا باشا اساسا، الضربه الركنيه اللي كل الناس بتقعد تشتغل عليها في التمرين كتير جدا وفي الاخر اللعيبه بتنسى تنفذها جوه الملعب، ريال مدريد ما نسوش يا باشا ونفذوها والحمد لله نتجت عن هدف جميل جدا للاعيب زي ناتشو هرنانديز. عظمه والله عظمه، الحاجات دي بنشتغل عليها وبينزل الملعب العيال بتنسى حرفيا، بس كارلو انشيلوتي عنده لعيبه ما بتنساش، نزلوا سجلوا الثاني بعد كده جبنا الثالث بعد كده ميندي اللي كان بيتقال عليه من صحفي رومان مولينا ان هو متهم في قضيه تحرش، ميندي النهارده بيحط الهدف الرابع بكل سهوله ويسر. عظمه والله يا معلم، ريال مدريد بتقدم عظمه حاليا في الدوري الاسباني، كنت مناصر للريال مش مناصر للريال، ريال مدريد السنه دي قلبا وقالبا يستحق ان هو يكون من المنافسين على الدوري الاسباني بكل جداره. اهو من المنافسين دايما وتواجد ريال مدريد في الدوري الاسباني من المنافسين، بس ريال مدريد كان داخل السنه دي مش بينافس على دوري بيشتغل بعض، احنا كنا بعين الدوري الاتليتيكو، بس المستوى اللي بيقدمه ريال مدريد مع السيد كارلو انشيلوتي بيقول ان ريال مدريد مكمل في سلسله ان هو رايح ينافس على الدوري الاسباني، وعلى الله التسهيل بقى نكون وصلنا لمرحله المنافسه على الدوري. لو عجبك الفيديو نشوف مع بعض كده، هل الريال هيكمل في نفس الوتيره العاليه جدا اللي بيقدمها حاليا لحد النهايه ولا هيجي يعطل؟ انا عن نفسي بتمنى ان هو يكمل عشان خاطر عايزين نشوف منافسه في الدوري الاسباني محترمه. لو انت عجبك الفيديو واعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك يابا، جت عليك، اعتبر نفسك كنت بتشاهد عبد الحلاكيش السنه اللي فاتت.